عندنا على السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. معقول الرجل العنابي يخاف كده؟ يا عصفور مالك ما بتردش عليا ليه؟ كان عندي كام حوار كده لمؤاخذة بخلصهم يعني. طب تعالى اهو تعالى. مالك يا عصفور؟ مش على بعضك ليه؟ ما انا زي الفل اهو يا دكتور. انت هتخليني مش على بعض ليه بس؟ لا اصل في ناس قالت لي كده انك ماشي اليومين دول مع بنت اسمها صحر. كذاب ورمة وزبالة اللي قالك كده. اسمها عبير. عبير؟ عبير احلى من صحر. قالوا لي كمان انهم شافوك قاعد معاها فوق عمود نور. كذاب ورمة وزبالة برضك اللي قالك كده. انا على طول باخدها فوق الموطة. ايوه خر خر بكل حاجة. خر يا خروف. جرى يا دكتور انت بتستدركني بالكلام ولا ايه؟ انت يا حبيبي مستدرك لوحدك مش مشكلة. انا عارف انك بتمر بظروف صعبة الايام دي بس ده ما يخليكش تاخد فلوسي. مؤاخذة انا يا دكتور الدماغ مش واصلة مش حاطط ايدي على البلف. فلوس ايه اللي اخدتها؟ فين ال 100,000 بتوعي يا عصفور؟ 100,000 جنيه بتوع ايه؟ انت مش خدت من صالح الفيل 200,000 يبقى انا ليا 100,000. طب ما انت كنت بتاخد منه فلوس قد كده على قلبك وبترمي لي انا فتافيت. هو اللي قال لك الكلام ده؟ عصفور انت مالكش غير صالح الفيل ده تعبان عايز يوقعنا في بعض. شفت اول ما اتعاملت معاه من ورايا خلاك تسرقني. لا لحد هنا يا دكتور وستوب. انا مش حرامي يا دكتور ولو زودت تاني في الكلام هقول لك كل قرد ويلزم شجرته يا صاحبي. انت بتقول لي مين الكلام ده؟ بقول لك انت يا دكتور. لا مؤاخذه بقى انا عايز انام. شرفت يا دكتور. وانت من اهله يا زميلي. يا دكتور شيحه شفت عصفور الكلب بيتحداني. اول ما اتلم على صريح الفيل اتنمرض عليا بس انا ورحمه ابويا ما انا سايبه. لو وصلت بيا ادمر له حياته الشخصيه هدمرها له. عبير مش معاك ولا ايه؟ اعدمك يا عينا بيتشي بس انا سامعة كده انها هتغيب لها يومين ثلاثة. اصل الصدمة كانت شديدة قوي عليها يا دكر. دكر؟ هي عبير حكت لكم على اللي ما حصلش بيني وبينها؟ اساسي دي مصيحة لك في كل حتة. يا نهار ازرق بس والعشرة الكرام يا اب العشرة الكرام. يعني انا كويس اصلا مش ده الطبيعي بتاعي بس زي ما تقولي كده يعني اليومين دول عندي الفكر. بعدين يعني الكل عناب كبوه. طب بقول لك ايه؟ ما تاخدني انا. هاخدك اعمل بيك ايه بقى في الظروف المنيله دي؟ عايزه تسيحيلي؟ شوف كده يا اخويا لا تكون حبيبه القلب.